هذا السبيطار ديال بن خلف ما خدامش العشرة وربع دابا كلشي مسدود ما خداميش. اخويا احنا جينا مع الخمسة ديال الصباح باش نجلبوا للطربية صغيرة. جينا للسبيطار فيه ما عرفتش 400 خلق مزاحمة. دابا جينا للقيادة باش تعطينا حقنا. دابا السيد قالك سيروا عند الجندارم عند من غنمشيو الحل فين غنلقاو؟ فين غنلقاو هذا الحل؟ دابا راه العشرة ونص ولا الله دابا العشرة وعشرة دقائق. المفروض خاص يفتح هذا. ثمانية ونص على الأقل كاع نديروا لهم ثمانية ونص خاص يكون خدام دابا العشرة دابا العشرة. شي طبا هنايا كيجي ممرض. ويلا دابا جات يلا جات دابا يلا جات عاد بداو يخرجوا في الكراسة وبداو دابا من الصباح الناس كاينه شي 200 ديال الخلق ولا. وسيروا سيروا قال لك سيروا. سيروا فين بغيتوا. قال سيروا سولوا. دابا أخويا من هاد المنطقة ديال بني خلف ما كاين لا مسؤولين لا والو. اوكي شي اطباء ديال الدوله ما كاينينش ما خدامينش معنا الناس الشعب هنا راه كيموت حشم مستا وحنا شادين النوبه هنايا هما جاو حتى العشرة حتى العشرة ونص عجيب الطوموبيلات ديالها محمدي ريح احتياطات ديالها ما خصنيش كاع نقيسها دابا واش من الحاله هذه جات ما خدامينش العشرة ونص راه باقي المحل ديال الدواره مسدود راه فين وراه راه المحل الخضر هذاك الخضر راه ما قلت ما كيعطيك راه فين راه باقي مسدود راه مسدود ها هو اللي كيعطيك منه الدواء ديال السكر راه شتيه هذاك الخضر راه باقي مسدود احنا نتعطلوا نص ساعة ولا هذه نقول لك علاش تعطلتي هما جيو تاع العشرة تال هذه نقول شنو دايرين يلا قول لي هذا شنو دايرين علاش يردوني لا حول باغي نجلب هذه السيمانة وانا نجي ونولي نقول لك سيري اثنين ثلاث الاربع حتى انا من نهار اثنين جيت نهار اثنين قال لك حتى نهار خميس جيت لا دايرين الكمام هذا شنو دايرين يلا هادو راه معدل شحال زيد مالا عاد هادو راه خاصهم يديروا لينا خاصهم ديك الساعه يجلبوا لينا ويمشيو يسيطونوا بحالاتنا عباد الله راه مريضه كتموت راه سير دخل لداخل غادي تشوف كل شيء على عينيك حنا كنطالبوا من هاد المسؤولين يديروا لنا شي حل راه جايين على رجلينا الترونسبور ما كاينش جايين من الجمعة في دالات على رجلينا اسيدي كيهضروا معايا تيقول سيري قلتي في دارك انا سيدي كنهضر على حقي هو جا هنايا كيقول لي سيري شوي سيري لدارك قلتي في دارك انا سيبا ولدي هو اللي قال ها هو دابا قال لك سيروا ديروا التباعد حتى شافك انت عاد قال لي ديروا التباعد سيروا ديروا التباعد اسيدي يقول لك سيري انت ما تهضريش سيري قلتي في دارك فين نجلس على دارنا الطلب ديالكم انتم شنو اسيدي اسيدي جاي نجلب لبنتي جيت الجمعه قال لك سيري جيت اثنين قال لك سيري جيت اليوم اشنو بغاو مازال اولدي راه قالوا علينا حنا التلفازه حنا ما بغيناش نخرجوا ولادنا ولكن راه هما قالوا لنا خرجوا سيروا ديروا ولادكم الجلبه راكم غتمرضوهم كثر ودابا ملي جينا ما كاين حتى شي واحد راه من السبعه وحنا هنا التسعود دابا باقي ما كاين حتى شي حد شنو اللي قال لكم في القياده قال لك سيروا هذا السيد هذا ملي جا دابا قال لك سيروا واحد خور خرج قال لك سيروا للمندوبيه المحمديه دابا كاين شي وقت مندوبيه دابا راه هو خصهم يحلوا المشاكل المدير ديال المستوصف هنايا شنو اللي ما كاين حتى شي واحد راه ما كاين حتى شي حد اسيدي راه ما كاين حتى شي واحد السلام عليكم الله يرحم الوالدين الوزاره صرحات بان ممنوع تعطلوا الجلبه للدراري الصغار هاد الناس هادو كيجيو الناس من 6 الصباح انا من 6 الصباح هنايا جيت اثنين قالوا لي سير حتى الخميس جيت مع السبعه قالوا لي 30 اللي كتدخل راه كاينه هاد الناس خصهم يديروا شي ملي الوزاره قالت لك ما تاخروش الجلبه هاد الناس خصهم ماشي قرعه وحده الناس كاينه هنا بزاف علاش غتحل تقول لي 30 واحد تحل القرعه تقول لي هاد القرعه اللي عندي انا 30 واحد اثنين ترجع عباد الله ويعاود يجيو اليوم يجيو ب 60 واش الدوله مخصوصه العدد ديال المواطنين واش الدوله مخصوصه تحل جوج القرعي تحل شي 200 هنا كاينه وزيد الدوله تحل جوج القرعي ودير الوقت العشره باقي ما بداوش عباد الله مع السته هنايا راه ما وهذا المستوصف كيبان لي ان ما عنديش حتى شي مسؤول ما عندي حتى شي حاجه يا ال 11 ونص يلاه وصلت جوج الناس في هذا البلايص راه العشره سالاو وهنا كاينين الناس بزاف كاينين ناس بزاف خصهم يدخلوا يبداو يحلوا جوج قراعي لا ما عطاونا دواء السكر طونسيو ما عطاوناش الدواء الله يرحم الوالدين راه ما خدامينش ما دايرينش خدمتهم هاد الناس احنا جينا هنا شوف التجمع شوف الناس اش دايرين شحال ديال عدد الناس كثيرة هنا اللي كاين عدد الناس كثيرة كاين هنا كاين واحد 200 خلق ولا أكثر راه جالسة تما كتشوف وهما ما خدامينش كتشي عاد هذا كيجري عليك كتشي عاد هذا كيجري عليك وديما هكا هذه هي خدمتهم ديما ما كاينش شي مسؤول هنا اللي هضرتوا معاه ما كاينش مسؤول ما كاينش حتى شي مسؤول ما كاين والو ما كاينش ولادنا حنا اللي خايفين على ولادنا وخايفين على صحتنا وعلى
خايفين على كل شيء خويا. واش حنايا جايين من ستة؟ جينا نهار اثنين، انا جيت نهار اثنين باش نجلب ليها، قالك جي نهار خميس. مني جيت اليوم ما كاين حتى واحد، العشرة وباقا ما بداتش الجلبة، هلا بدات الجلبة دابا، شو شحال ديال الساعة هلا بدات دابا، مني خافوا بداو الجلبة، علاش حنايا ما يعطوناش الدواء للدراري؟ علاش ما قالك التجمعات ما خاصهمش يكونوا؟ ها؟ علاش ما يديروش انتظام؟ كاع ما كاينش تجمعات خاصهم يجيو مع الثمانية كاع. بزاف الأطباء ما كاينينش. لا السلام ورحمة الله، العشرة وما خدامينش وحنا كنتسناو. خاصنا حنا بغينا الدواء ديال الطنسيو وديال السكر. كتجي كتاخذو ماشي تبقى تسنى تجمع 300 ديال الناس. الناس كانوا مجموعين هنا قبل ما تجي الصحافه. الناس كتجي مجموع، حنا جينا مجموعه شي 20 واحد من السبيطار. حنا حنا سيدي اللي عيطنا عليك باش دير معنا. ما كنتو مجتمعين؟ حنا كنا مجتمعين هنا سيدي. حنا كنا مجتمعين على القياده، جينا عند القياده على اساس باش القائد جينا على اساس باش القائد يمشي يشوف حل مع دوك الناس ولا يبلغ المسؤولين. والله يمشي يبلغ المسؤولين ديال الوزاره. قال لكم في القياده حنا جينا باش نشوفوا سهره القائد باش يشوف لينا الحل مع هاد الناس. ولا يعيط هو اللي مسؤول على المنطقه باش يعيط للناس ديال وزاره الصحه يبلغهم بالمشكل اللي كاين هنايا. كاين اكتظاظ وكاينين الناس هازين ولاد صغار من 6 الصباح و9 ونص وباقي ما جاش عندنا حتى شي واحد.